هنبدأ اليوم إن شاء الله موضوعنا عن الإلكترومغنيتيك ويف، الموجات الكهرومغناطيسية. طبعاً الموجات الكهرومغناطيسية زي ما إحنا عارفين هي موجات تتكون من مجال كهربي بيتعامد عليه مجال مغناطيسي. المجال الكهربي بيكون ممتد على محور إكس، والمجال المغناطيسي بيكون موجود على محور واي. طبعاً الموجة الكهرومغناطيسية بصورة عامة نقدر نعرفها بأكثر من بارامترز. ممكن أعرفها من خلال طول الموجة، ممكن أعرفها من خلال التردد الفريكوانسي، ممكن أعرفها من خلال كمان سبيد فلايت سرعة الضوء، ممكن أعرفها من خلال الفيز، ممكن من خلال الأمبليتيود. يعني أكثر من بارامترز ممكن يصف لي الموجة الكهروضوئية. لو جينا نشوف كيف الموجة تتكون، طبعا هذا محور واي وهذا محور اكس. المجال الكهربي بيكون موجود على محور واي بهذا الشكل، المجال المغناطيسي بيكون على محور واي بهذا الشكل. طبعا الموجة بتكون تمام. الآن هذه الموجة الكهرومغناطيسية، هذا المجال الماجنتيك فيلد، وهذا عبارة عن الإلكتريك فيلد. لو أنا بدي أوصف الموجة كموجة بدي أخذها بهذا الشكل، عبارة عن قمة وقاع، قمة وقاع. السايكل الواحدة بتتكون من توب وبوتوم، من قمة وقاع. الآن لو بدي أعرف الطول الموجي للموجة الواحدة، إما بده يكون عبارة عن مسافة بين قمتين متتاليتين، هذا نسميه لندا، أو المسافة بين ون سايكل، بين قمة وقاع، هذا كمان نسميه لندا، أو المسافة بين قاعين متتاليين، هنا هذا كمان ممكن يكون عنده لندا. إذا عشان أعرف الطول الموجي الويف لينث، لندا طبعا عبارة عن الويف لينث، الطول الموجي. الطول الموجي أيضا له علاقة بسرعة الضوء اللي هي الفلوستي أوف لايت. الفلوستي أوف لايت بنوصلها بالرمز V، لها علاقة بالطول الموجي. V بتساوي لندا فئة، F مين؟ فريكونسي التردد. إذا علاقة سرعة الضوء بالطول الموجي بالتردد تربطهم علاقة واحدة، ممكن أعرف الموجة من خلالها. الضوء الموجة عفوا تتكون سرعة الموجة تتكون بتساوي طول الموجي في التردد. تكلمنا عن حاجة ممكن أعرف الموجة أيضا من أشياء أخرى اللي هي سعة الموجة الأمبليتيود. الأمبليتيود عبارة عن ارتفاع القمة وارتفاع القاع برمز بالرمز A. A تمثل الأمبليتيود اللي هو ارتفاع القمة أو ارتفاع القاع. سرعة الضوء في الفراغ تساوي سي اللي هي السبيد اوف لايت ان فاكيوم في الفراغ. سرعة الضوء في الفراغ مقدار ثابت تساوي 3×10^8 متر على الثانية. إذا هذه سرعة الضوء في الفراغ. الآن بدنا ننتقل لحاجة جديدة اللي هي كيف بدي أطبق العلاقة في بتساوي لندا في أب. طيب نبدأ الآن نشوف سرعة الضوء في الفراغ زي ما حكينا سي بتساوي 3×10^8 متر على الثانية. إذا أيضا في عندي سي بتساوي لندا في الفريكوانسي الطول الموجب في التردد. الضوء بيتغير عن انتقاله من وسط إلى آخر. طبعا الوسط لازم يكون عندي الوسط شفاف، لكن بيبقى عندي التردد كونستنت ثابت.
لكن مين حيتغير معايا؟ سرعة الضوء والضوء الموجود. الآن لو أنا أخذت الضوء الأبيض اللي بيجينا من الشمس، الموجة الكهرومغناطيسية، أخذتها وعملت لها عملية تحليل الأطياف هذه، بدي أشوف الـ various region اللي ممكن أحصل عليه من الموجة الكهروضوئية. طبعا هحصل على عدد من الريجون، اهم ريجون اللي احنا دائما بنتكلم عنه اللي هو الضوء المرئي اللي هو الفيزابل ريجون. طبعا هو بتكون من الريد، من الاورنج، من الضوء الاحمر والضوء البرتقالي والضوء الازرق الاخضر عفوا، او حتى احمر برتقالي اليلو الاصفر، بعدين بيجينا الجرين الاخضر، بعد هيك البلو، بعديها الانديجو، بعديها الفايولت. هذا الضوء المرئي اللي ممكن احصل عليه من تحليل الموجه الكهرومغناطيسيه. ايضا بحصل على اطوال موجيه او ضوء غير مرئي بسميه Unvisible Region، منها اللي هي الموجات الألترافايلوت، الألترافايلوت ممكن كمان أحصل على الإكس راي، ممكن يكون عندي جاما. أيضا بعد اللون الريد بحصل على الإنفراد، بحصل على المايكروويف، بحصل على الراديو ويف. تمام؟ إذا هذه أطوال موجية بحصل عليها عند تحليل الموجة الكهرومغناطيسية. إذا الموجة الكهرومغناطيسية عبارة عن مجموعة من الأطوال الموجية بتتنوع ما بين ضوء مرئي، بتراوح طول الموجة طبعا من 400 نانو متر إلى 700 نانو متر. بعد هيك بحصل على الموجة اللي هي بتكون أطوال موجية قصيرة زي الألترا ويف والإكس راي والجاما راي، بعد هيك بتبدأ تكبر عند الأطوال الموجية هذه زي الإنفراد والمايكروويف والراديو ويف. طبعا في الناحية هذه الأطوال الموجية عمالها بتزيد، بصير عندي لونجر زيادة في الأطوال الموجية، في الناحية هذه بصير عندي شورت، تبدأ الأطوال الموجية نبدأ طبعا. احنا يعني في علاقة بين طول الموجة والطاقة حنطرق له، لكن قاعدة انه كل ما زاد طول الموجة كل ما زادت عند الطاقة، وكل ما قل طول الموجة طبعا قل من ناحية الجمالية، كل ما كل ما قل طول الموجة زادت الطاقة، وكل ما زاد طول الموجة قلت الطاقة. هذا بالنسبة لتحليل الموجة الكهرومغناطيسية الواحدة عبارة عن مجموعة من الأطوال الموجية اللي هي الفيزابل ريجون والضوء الغير مرئي، بتراوح ما بين بتنوع بين الألترافايلوت والإكس راي والجاما راي والإنفراد والمايكروويف والراديو. أيضا الأطوال الموجية بالنسبة للضوء المرئي، قلنا طول الضوء المرئي بتراوح ما بين 400-700 نانومتر إلى 400 نانو متر. ممكن قياس الطول الموجي بالأنجستروم. الأنجستروم كل واحد أنجستروم يعادل 10^-10 متر. إذا زي ما بقدر أقيسها بالمتر كمان بقيسها بالأنجستروم. اليوم نتعرف على صفة جديدة من صفات الضوء أو خاصية جديدة من خواص الضوء. اليوم نتعرف على Index of Refraction، معامل انكسار الوسط. معامل انكسار الوسط برمز له بالرمز ألف. شو علاقته بالموجة؟ بيقول لي معامل انكسار الوسط يساوي سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في الوسط. طبعا السي اللي هي السبيد
وفلايت وين؟ زي ما حكينا سابقا في الفراغ او في الاير هي نفس، وتعادل تقريبا 3 في 10 اس 8 متر على الثانية. هذا بالنسبة لسرعة الضوء مقدار ثابت، سرعة الضوء وين؟ في الفراغ او في الوسط. الان بيقول لي معادل الانكسار بيساوي سرعة الضوء في الوسط في الفراغ على سرعته في الوسط v الفيلوسيتي فلايت وين؟ ان ميديوم. طبعا الضوء بينتقل من وسط الى اخر، من وسط شفاف الى وسط شفاف اخر. معامل دائما سرعة الضوء في الوسط اقل بكثير من سرعة الضوء في الفراغ. اذا القاعدة ثبتها ان سرعة الضوء في الوسط اقل بكثير من سرعته في الفراغ، وهذا يعني ان سرعة الضوء بتكون اكبر ما يمكن وين؟ بتكون اكبر ما يمكن في الفراغ. عند انتقال الضوء من وسط الى اخر قلنا تتغير سرعته بناء على معامل انكسار الوسط. اي مادة لازم شفافة لازم يكون لها معامل انكسار بيأثر لي على مين؟ على سرعة عفوا الضوء. الان بالنسبة للفراغ او للهواء معامل انكسار واحد يساوي واحد للاير او الفاكيوم. فأي وسط شفاف آخر لازم يكون معامل انكسار أكبر من واحد. نضرب أمثلة، عندنا مثلا الماء، معامل انكسار الماء الأندر ووتر تقريبا بيساوي 1.33. معامل انكسار الزجاج الجلاس تقريبا بيساوي 1.55. هذه بالنسبة للأوساط الشفافة اللي احنا نتعامل معاها في مصادرنا. أيضا شغلة ثانية إنه معامل الانكسار هذا ملوش وحدة قياس، أنتم ملاحظين بنسميه دايما شلس. ليش؟ لأنه عبارة عن سرعة على سرعة. وحدة قياس السرعة سبيد أوف لايت إن فاكيوم متر على سكند، وحدة قياس السرعة في الوسط ما بتتغير متر على سكند، فالمتر على سكند بروحها مع المتر على سكند فبحصلش على وحدة قياس. هذه معلومة بدنا نثبتها إنه ما له وحدة قياس، تمام؟ الآن بدنا نشوف كيف بيأثر معامل الانكسار على انتقال الضوء أو الموجة الكهرومغناطيسية من وسط إلى آخر. خلينا نشوف. عندي تو ميديا وعندي هنا الميديا الأول، خلينا نفرض إنه اير معامل انكسار الأمطار، والوسط الثاني عبارة عن ووتر معامل انكساره أنتي لأنه الضوء بده ينتقل من الاير إلى الووتر. نشوف شو بده يحدث الآن. لو ما دام عندي تو ميديا، الضوء لما بينتقل من الاير بيكون طبعا بيجي فيري فاست، بتكون سرعته كبيره جدا، تمام؟ فلما الان لانه سرعه الضوء اتفقنا في الهواء اكبر ما يمكن، بيجي ينتقل الى الماء بتبدا سرعته ايش صرنا؟ بي فيري سمول، بتبدا تصغر. هنا سي بتكون سرعه الضوء أكبر ما يمكن، لما ينتقل الضوء للوسط الثاني الموجة تيجي بهذا الشكل تبدأ ايش؟ بتصير بطيئة، يعني بيكون جاي بسرعة كده تبدأ ايش؟ تتباطى وتصغر. الآن مين اللي حيتغير معايا؟ احنا عندنا ثبتنا معلومة إنه في علاقة بين سي بتساوي لندا في الفريكونسي. طب هنا في سرعة الضوء ايش بتساوي؟ لندا في الفريكونسي. لندا هذا حتتغير، الطول الموجي اللي كان في الهواء لما يدخل وسط اخر حيتغير نتيجه ايش؟ ان السرعه اتغيرت. السرعه في الهواء اكبر ما يمكن، لكن لما تدخل وسط شفاف
بتصير اقل من سرعه الهواء. لكن الفريكوانسي ايش حيصير لهم؟ اذا استل مالو حيضل ثابت كونستانت بس نوت تشين، ما بيصير له اي تغيير. اذا لو فرضت انه هذا اف داش، اذا اف بتساوي اف داش، تمام؟ الفريكوانسي بضل ثابت، الاف في الميديم الاول هو نفس الاف في الميديم الثاني، الفريكوانسي بضل ثابت. مين اللي حيتغير؟ الويف لينكس والفيلوسيتي. هذه معلومه بدنا نثبتها. طبعا ايش سبب التغيير؟ سبب التغيير اللي هو الريفراكتيف اندكس، معامل انكسار الوسط. ناخذ مثال ونطبق عليه قانون معامل الانكسار وقانون الفيلوسيتي. الاكزامبل بيقول لي اورنج لايت اوف ويف لينكس 600 نانومتر ان اير، الطول الموجي لضوء برتقالي في الهواء كان 600 نانومتر. تمام، ان اير في الهواء، في الاير انترز ووتر، دخل هذا الطول الموجي اللي مقداره 600 نانومتر بهذا الشكل، هذه الاير وهذا الووتر. اجا الشعاع اللي من الهواء دخل الى الميه، صار له عمليه انتقال ترانسميتد للووتر اللي معامل انكساره قديش الووتر؟ اعطيني اياها 1.33. فبيقول لي الان انا اعطيتك طول موجي 600 نانومتر في الهواء، دخل الى الماء، انتقل الى الماء، ومعامل انكسار الماء 1.33. قبل ما احل اذكر الثوابت اللي عندي، سرعه الضوء في الهواء قديش؟ 3×10⁸ متر على ثانيه. ايضا معامل انكسار الهواء قديش؟ 1. ببدا الان احل، بقول لي قديش الفريكوانسي لهذا الطول الموجي اللي كان في الهواء؟ اير، طالب مني الفريكوانسي ان اير، تردده في الهواء. شوف القانون اللي بدنا نطبقه. القانون اللي نطبقه بنستخدم سي بتساوي لندا ف، سرعة الضوء في الهواء بتساوي طول الموجي في الفريكوانسي، وبنعرف الفريكوانسي بيساوي سي على لندا حسب معطيات درجة في الاير. في الاير عندي سرعة الضوء 3×10⁸ متر على سكند، وعندي ويف لينكس 600 نانو متر. عندي هنا بالمتر لازم احول ال 600 نانو لمتر، فبضرب في 10 بس ناقص 9 فصارت بالمتر، متر مع متر بيروح، تصفى عندي الفريكوانسي وبتطلع قيمتها 5×10⁴ هرتز او 1 على سكند. تمام، خلصنا الموضوع الاول. الان طلب مني سرعه الضوء السبيد اوف لايت في الووتر، بي بده في في الووتر قديش؟ بنطبق الان بشوف ايش المعطيات. عندي معامل انكسار للماء وبده السرعه، وانا عندي قانون بربط بين معامل الانكسار والسرعه، معامل الانكسار بيساوي سرعه الضوء على سرعه الضوء في الوسط، معامل انكسار الماء بده يساوي سرعه الضوء في الفراغ على سرعته في الماء. عندي معامل انكسار الماء، عندي سرعة الضوء هذه مقدار ثابت، هاي 3×10⁸، فبدي أعوض V للووتر تساوي C على N للووتر، يعني 3×10⁸ على 1 وتساوي 3×10⁸ متر على الثانية. تمام، المطلوب الثالث طالب مني قديش طول الموجي in water، what is the wavelength in water، بدي لمدة في الماء قديش تغير. صارت، ما احنا اتفقنا انه
طول الموجة بيتغير عن انتقال من وسط لآخر. كان في الهواء 600، قديش صار في المياه؟ بدنا نطبق العلاقة اللي بتربط حسب معطيات الماء، هاي الماء. ايش عندي؟ معامل انكسار، سرعة طلعناها من المطلوب به تساوي 3×10^8 متر على الثانية، وطالب مني وين بنقص. بطبق العلاقة اللي بتربط بين الـ velocity والـ wavelengths والـ refractive index. كمان عندي نقطة أخرى، إحنا المطلوب الأول طلعنا frequency in air، لكن متفقين إن frequency in air بيساوي frequency وين؟ الـ water. It's not a change. It's remain constant. بيضل ثابت. تمام؟ إذا عندي صار معطيات كثيرة ممكن توصلني للحل من العلاقة اللي بتقول لي velocity in water بتساوي طول الموجة للضوء في الموتر في الفريكونسي، ومنها لندا الموتر ايش بتساوي؟ بتساوي الفلوستي للموتر اللي طلعناه مطلوب بي على الفريكونسي اللي طلعناه مطلوب ايه، وتساوي 3×10^8 متر على الثانية على قديش الفريكونسي طلعناه؟ تقريبا 5×10^14 هرتز، 1/s، ويساوي طبعا السكند، بتروح مع السكند بتصفى عندي 450 نانو متر تقريبا، او تعادل 4.5×10^7 متر. هذا بالنسبة لسرعة طول الموجة للضوء داخل الماء. الآن طالب مني في مطلوب سي شو هو اللون اللي ممكن يشوفه سباح في المية أو غواص تحت الماء وجاي بده يطلع على سطح المية، لكن قبل ما يطلع على الهواء شو اللون اللي بده يشوفه تحت الماء، طبعاً تحت سطح الماء الانترفيس مباشرة اللي هو السطح الداخلي للماء. If you were swimming underwater and looked at this light, what color would you see? شو هو الضوء اللي انت حتشوفه وانت بتسبح تحت المية؟ طبعا لو اقترب هذا السباح للماء حشوف مقعة مضيئة، حيضل يشوف الضوء ماله orange light، حيضل يشوف الضوء orange light. اذا المطلوب دي حيستمر يشوف الضوء الاورنج. تمام؟ وانتم لاحظين شغله انه ما بين 600 نانو متر لل 450 نانو متر هذا رينج الاورنج، رينج الضوء البرتقالي. تمام؟ اذا حيستمر انه يشوف الضوء البرتقالي لكن حدته قد تكون مختلفه. نبدا الان في موضوع جديد اللي هو سنيلز لو. موضوع سنيلز لو او قانون سنيلز بيتكلم عن انتقال الضوء من وسط الى اخر، وعند اصطدامه بالانترفيس الموجود بين التو ميديا شو بيصير؟ خلينا نشوف ونتعرف على سنيلز لو نتيجة انتقال الضوء من وسط إلى آخر. لو فرض إنه عندي تو ميديا، الميديا الأول بسميه أن آي اللي هو بيكون الشعاع موجود فيه، لو فرض إنه عندي هنا مصباح ليزر، والوسط الثاني اللي حينتقل له الضوء بسميه أن تي اللي هو الترانسميتد ميديا والانسيدنت ميديا. الان عشان اتكلم عن سنيلز لو لازم يكون عندي قاعده. القاعده الاولى لازم يكون عندي خط فاصل بين الترو ميديا، خط افقي. القاعده الثانيه لازم يكون عندي نورمال، خط متقطع بهذا الشكل برسمه، خط وهمي عمودي على السطح اللي بفصل بين الترو ميديا. تمام؟ الان الشعاع الساقط الانسيدنت راي بسميه incident ray وبرمز له بال RI incident ray. لازم يصنع زاوية مع العمود على السطح اللي انتم شايفينه هذا، مقدارها زاوية السقوط ثيتا I. إذا ثيتا I هنا هي ال incident angle، زاوية السقوط. الآن الضوء لما بيسقط بين وسطين شفافين
شفافين، جزء من هذا الضوء حينعكس في نفس الوسط وجزء منه حيصير له عملية انتقال. الآن الجزء اللي حينتقل من نفس الوسط حيصنع زاوية بسميه reflection light أو reflected light ray. هذا الضوء مرموز من رمز R وحيصنع زاوية مقدارها ثيتا R مع العمودي أيضا على السطح. إذا ملاحظين ثيتا R مع العمودي وثيتا R أيضا مع العمودي. وجزء من هذا الضوء حيصير له عملية انتقال ترانسميتد. ريه يكون بهذا الشكل. RT بيصنع زاوية انتقال مقدارها ثيتا تي أيضا مع مين؟ مع النورمال العمودي. هذا الخط المتقطع اسمه نورمال العمودي على السطح. تمام؟ إذا عندي شعاع ساقط بيصنع زاوية مقدارها ثيتا آي مع العمودي على السطح، جزء منه بيصير له عملية انعكاس وبيصنع زاوية ثيتا آي مع العمود على السطح في نفس الميديم في نفس الوسط في نفس الفيس، وجزء من هذا الشعاع بيصير له عملية ترانسميتد بيصنع زاوية مقدارها ثيتا تي زاوية انتقال مع العمود أيضا على السطح ولكن في الوسط الآخر. تمام؟ الآن بيقول لي إنه ثيتا آي بتساوي ثيتا آي. تمام؟ أشتغل بالتجربة لكن مش موضوع حديثنا. وجدوا إنه زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس وهذا سميناه اللون of reflection. قانون الانعكاس. تمام؟ أيضا وجدوا هناك في علاقة بين ثيتا تي وبين ثيتا اي وبين معامل الانكسار ان اي وبين معامل الانكسار ان تي. هذه العلاقة سماها سنيلز لو. ايش بتقول هذه العلاقة؟ انه ان اي ساين ثيتا اي بتساوي ان تي ساين ثيتا تي، وسميناها هذا سنيلز لو قانون سنيلز. طبعا سنيلز لو من اسهل القوانين اللي ممكن تطبيقها على انكسار الضوء او انتقال الضوء من وسط الى اخر. ناخذ مثال تطبيقي ونشوف شو بده يصير معنا في المثال. المثال بيقول لي عندي بركة مية بول اوف ووتر. طبعا معامل انكسار المية حفظناه 1.33. عمق المية في هذه البول 1.5 متر وارتفاع البولز حافة البركة. هاي البركة نرسمها في هذه الناحية. هذه البركة ارتفاعها اتش برمز بالرمز اتش. عمق الماء في البركة دي. عمق الماء في هذه المنطقة الدبس في وضعه 1.5 متر. هذه دي. في يوم مشمس طبعا بيقول لي انه الارتفاع جاي بشكل عمودي فيرتيكالي تو اتس بوتوم، يعني هذا بيفرض انه في زاوية قائمة. تمام؟ عامل شكل عمودي على سطح القاع. تمام؟ attached vertically to its bottom surface. بيقول لي في يوم مشمس ضوء الشمس سقط بزاوية عاملة مع الأفق، يعني عاملة مع سطح الماء. لو فرضت انه هذا سطح الماء اجى الضوء وعمل زاوية مع سطح الماء مقدارها 23 درجة. أول شغلة بدي أعملها بدي أعمل العمودي على السطح عشان شغلي يكون صح.
إذا في يوم مشمس في عندي ضوء سقط بشكل عمودي على سطح. Sunlight is incident at an angle 23 درجة above horizontally. What is the length of the shadow on the bottom of the bowl؟ قديش ظل الحافة حيظهر لي في القاع؟ فحشوف كده الآن الضوء إجا مدام بده ظل الحافة، هي أعلى ارتفاع للحافة، فحناخد الضوء اللي اصطدم يعني جاي على آخر نقطة في الحافة، لأنه هو بده الشادو بده ظل الحافة، تمام؟ حيجي شعاع يسقط على سطح الماء، فباجي أرسم مباشرة الخط النورمال. مهم جدا أرسم، ليش؟ لأني بدي أعمل زاوية السقوط، هذه في تقاعد. هو قال لي إن الشعاع اللي سقط هاي عمل زاوية مقدارها 23 درجة مع الهوريزونتال، هذا الأفقي، خط الأفقي، هذا السيرفس هو الهوريزونتال، الخط الأفقي، وهذا النورمال، هذا الخط اللي بيفصل بين الوسطين، وهذا العمودي على السطح، تمام؟ بقول لي الشعاع اللي سقط عمل زاوية 23 مع الأفقي، إذا في عندي زاوية سقوط مع العمودي مقدارها ثيتا آر. هذا الوسط عبارة عن ماء ماشية بركة مية ووتر، والشعاع أجا من الشمس إذا جاي من الأير، تمام؟ الآن بدي الشادو، بدي الظل الحافة اللي حيظهر لي على قاع الماء، بدي أعمل جزء من الشعاع طبعا حينعكس وجزء من ايش حيصير له؟ عملية انتقال على القاع عند هذا النقطة. نكمل بس العمودي عند النقطة هذه. الآن الشعاع لما ينتقل الـ RT حيصنع زاوية انتقال مقدارها ثيتا تي. الآن الشغل اللي بده إياه طبعا لازم يكون من الحافة لآخر نقطة حيصل إلى الشعاع المنتقل، هذه المسافة كلها بسميها L، هذه المسافة بسميها L، تمام؟ الآن أنا كل هدفي إني أوجد قيمة L الشغل، فهمنا الرسمة؟ إذا الرسمة تاني شعاع ساقط بيصنع طبعا اجى من عند الحافة لأنه هو بده ظل الحافة يا جماعة، عامل زاوية أفقية مقدارها 23 مع الأفقي، حتصنع زاوية سقوط مع العمودي مقدارها ثيتا آي، حينتقل الشعاع الماء بزاوية انتقال مقدارها ثيتا تي مع العمودي. آخر نقطة بيصل إلها الشعاع لازم نرسم صح في قاع البركة لحد حافة البركة في القاع، من القاع بنسميها شادو أو ظل الحافة. طالب مني أوجد قيمة L، إذا بدنا نبحث عن L حسب رسمة L في خط نورمال اللي بيفصلها، سمي هذه L2 وهذه L1، إذا السوليوشن تبعنا L تساوي L2 زائد L1 عفوا زائد L2، هيك بس هي على حالي، فبوجد L1 وبعديها بوجد L2. نيجي نشوف الواحد وين موجودة، الواحد وين موجودة؟ سطح هذا عمود على سطح هذه القائمة، هو من أول قال لي إنه الحافة جاية بشكل فرتيكالي على القاع، إذا هذا عمودي، إذا هذا شكل رباعي، هذا عبارة عن شكل رباعي زوايا قائمة، تمام؟ والضلعين هذا ما دام هذا قائمة وهذا قائمة، إذا الضلعين مالهم؟ المتقابلين متساويين، إذا هذه هي ال1. أصبحت ال1 موجودة في مثلث موجود في زاوية 23، وأنا بدي ال1 والمثلث هذا قائم الزاوية، لأنه كل ما جاي الحافة للبرج جاي بشكل عمودي، وأعطيني الارتفاع الكلي للحافة، وأعطيني عمق الماء. إذا هاي المسافة بقدر أوجدها بكل
سهولة، خلينا نسميها اتش. هذه المسافة اتش. ايش بتساوي؟ هذه كلية اتش كابيتال. اتش سمول ايش حتساوي؟ اتش كابيتال ارتفاع الحافة ناقص عمق الماء، يعني المسافة الفارغة من البركة، يعني 2 متر ناقص 1.5 ويساوي قديش؟ نص متر. تمام؟ طلعنا قيمة اتش سمول، صارت عندي الواحد في مثلث في اتش سمول معروفة نص متر في زاوية 23 مقابل لنص متر في مثلث قائم. إذا بقدر أقول تان 23 يساوي اتش سمول على الواحد في هاي المثلث. تمام؟ أصبح عندي تان 23 بيساوي اتش اللي هي نص طلعناها على الواحد، ومنها الواحد تساوي نص على تان 23 وتساوي 1.2 متر. هيك بنكون طلعنا قيمة ال واحد، إذا جزء من ال أوجدنا. تمام؟ الآن بدي أطلع قيمة ال 2، بجي بطلع وين ال 2 موجودة؟ ال 2 موجودة في مثلث في سيتا تي وفي ال 2، وهذا هو عمق الماء يا جماعة. هاي مشهدة دي في الشكل الرباعي، هذا هذه دي، إذا هذا كمان دي، ودي معطيني إياها 1.5 متر. إذا المثلث هذا في عندي الضلع قائم، في عندي الضلع الثاني اللي هو ال 2، في عندي زاوية سيتا تي ممكن أجيبها بكل سهولة من خلال قانون سنيلز لو. لكن قبل ما أجيبها لازم أعرف سيتا آي. في عندنا علاقة بين سيتا آي وسيتا تي اللي هي إيش؟ علاقة سنيلز لو. عشان أوجدها بروح بوجد قيمة ثيتا آي. ثيتا آي وين موجودة؟ هذه الزاوية كلها 90 درجة. تمام؟ ومعروف عندنا هذه 23، إذا ثيتا آي تساوي 90 ناقص 23 بتعطيني زاوية مقدارها 67 درجة. تمام؟ الآن بطبق قانون سنيلز، ال اي ساين ثيتا اي تساوي ال تي ساين ثيتا تي. حلو. ال اي هواء، الوسط اللي اجى منه شعاع الساقط هواء، قديش معامل انكساره؟ 1. ال انتي ووتر قديش معامل انكسار الووتر؟ 1.33. ثيتا اي طلعناها 67، اذا طلع عندي مين؟ بدي اوجد ساين ثيتا تي، ومنها ساين ثيتا تي بتساوي ان اي على ان تي ساين ثيتا اي. قديش معامل انكسار الهواء؟ 1 على 1 هون 33 في ساين 67. تمام. ومنها سيتا تي ايش بتساوي؟ طبعا هذا الكلام بيساوي 0.698. ومنها سيتا 60، كمل حلنا سيتا تي حتيجي هنا، حتساوي ساين الانفرس ل0.692 وتساوي 44 درجة. إذا صارت عندي سيتا تي في هذا المثلث قديش؟ 44 درجة. صارت عندي زاوية معروفة وضلع في مثلث قائم، إذا تان الثيتا تي في المثلث القائم إيش بدها تساوي؟ بدها تساوي ال 2 على دي. تمام، تساوي ال 2 على دي. أنا بدي مين؟ أنا بدي ال 2. ال دي بتساوي دي في تان ثيتا تي وتساوي قديش الدي؟ 1.5 متر معطى. تان الثيتا دي قديش طلعناها؟ 44 درجة، ومنها ال 2 تساوي 1.4 متر.
الآن طلعنا الاثنين وطلعنا الواحد، ممكن نوجد الشادو بكل سهولة. ال تساوي الواحد زائد الاثنين. الواحد اللي طلعناها هنا، الواحد واحد واثنين من عشرة متر، زائد الاثنين واحد وأربعة من عشرة متر، وتساوي اثنين هون ستة متر. أتمنى يكون السؤال الفهم ورسمة تكون واضحة، وأهم إشي في حل المسائل هذه أن يكون الديجرام واضح، لأنه تقريبا 50% من الحل الديجرام تبعه. نبدأ الآن في موضوع التوتال انترنال ريفلكشن، الانعكاس الداخلي الكلي للضوء، أو بمعنى آخر الانعكاس الكلي على السطح الداخلي للوسط. Total internal reflection of light. طبعا الانعكاس الكلي للضوء يكون على السطح الداخلي للمادة أو للوسط اللي راح ينتقل فيه الضوء. Total internal reflection. هذا بالنسبة لموضوع ما جديد. لو فرضت انه عندي تو ميديوم ووسط بده يصير يترافل من ميديوم تو انذر، يعني لو فرضت انه عندي مية والضوء بده ينتقل من المية للهواء بهذا الشكل، عندي تو سيرفيس هذا ووتر، وعندي سيرفيس هذا الخط الفاصل بين الووتر والاير، وعندي هنا غواص او مصباح في الماء، وبدي اشوف الضوء كيف بده ينتقل الى الهواء. طبعا معامل انكسار الماء 1:33، معامل انكسار الهواء اللي هو حيتم انتقال الضوء له اللي هي 1. الآن الشعاع اللي حينتقل ممكن ينتقل بهذا الشكل مباشرة يتم الانتقال للضوء، لأنه إحنا عارفين إنه مصباح الضوء بيطلع منه بشكل دايفرج بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل في جميع الاتجاهات، وجزء من هذا المصباح أو إشعاع من هذا المصباح ممكن يعمل زاوية سقوط مع العمودي مقدارها ثيتا اي، وجزء منه ينعكس وجزء يصير له عملية ترانسميت ثيتاتي، وممكن جزء آخر يصير له عملية انتقال بهذا الشكل، يجي الشعاع من المصباح يجي على سطح المية بهذا الشكل ويعمل زاوية سقوط مع العمود مقدارها ثيتا اي، ويجي مع سطح الأفق عامل ثيتا تي بهذا الشكل وتكون 90 درجة. تمام، يعني كأنه ما طلع لنا الهواء. في هذه الحالة لما يكون عندي الشعاع ثيتا تي أو الشعاع اللي انتقل ملامس تماما لسطح الماء أو لسطح الموجود بين الماء والهواء، يعني بمعنى آخر إنه زاوية الانتقال 90 درجة، هذا معناته إنه هو انعكس على سطح الداخلي بزاوية ثيتا تي بتساوي 90 درجة، زاوية الانتقال كانت 90 درجة، معنى الكلام إنه حيظهر عندي حالة جديدة من حالات سنيلز لو. مين ذكر سنيلز لو إيش كان؟ يقول لي سنيلز لو عبارة عن ام اي ساين ثيتا اي بتساوي ام تي ساين ثيتا تي. الان ام تي صارت 90 درجة، ام تي ساين 90. تمام، الان ساين 90 تقريبا واحد، ساين 90
تسوح ام اي ساين ثيتا اي بتساوي ام تي في ساين التسعين، ومنها ساين ثيتا اي بتساوي ام تي على ام اي. ثيتا اي في هذه الحالة لما ثيتا تي بتساوي 90 درجة، ثيتا تي بتساوي 90 درجة، حيظل عندي حالة جديدة ان ثيتا اي بتبطل ثيتا اي بتصير الكريتيكال ام الزاوية الحرجة، بنوصلها بالرمز ثيتا سي. ثيتا سي هي عبارة عن كريتيكال ام، بتصير تقريبا زاوية السقوط هي زاوية حرجة. هذا الكلام لما بتكون ثيتا تي عبارة عن 90 درجة، ومنها بنبطل عندي قلنا ثيتا اي خلاص، بصير عندي ساين ثيتا سي يساوي ان تي على ان اي، ومنها الكريتيكال انجل ثيتا سي بتساوي ساين الانفرس لان تي على ان اي. تمام، هذا بسميها التوتال انترنال ريفلكشن. في هذه الحالة ضوء بيكون عامل لي انعكاس كلي على السطح الداخلي للوسط الشفاف، وبتظهر عندي حالة جديدة اللي هي الزاوية الحرجة. ناخذ الآن تطبيق على التوتال انترنال ريفلكشن. بيقول لي عندي ووتر هاز اندكس اوف ريفراكشن 1.33، مية معامل انكسارها 1.33، وزجاج معامل انكساره 1.5. What is the value of critical angle for total internal reflection if light travel from؟ قديش قيمة الزاوية الحرجة عند انتقال الضوء حسب المقولات اللي حاعطيني اياها الان؟ نرسم الدايجرام تبعنا. الان على فرض انه الان بده What is the value of critical angle؟ في الحالة الأولى أعطيني إياها A، لما الضوء بنتقل من الووتر into air، عند انتقال الضوء من المية هذا الووتر إلى الهواء بهذا الشكل، وبده الزاوية الحرجة، بدل بده الزاوية الحرجة إذا حيث ثيتا سي، وهذه هي عبارة عن ثيتا تي اللي بتساوي 90 درجة، لأن الزاوية الحرجة ما بتظهر إلا لما ثيتا تي بتكون 90 درجة. هذه شغلة. الشغلة الثانية ثيتا تي بتساوي 90 درجة، لازم معامل انكسار الوسط اللي بسقط فيه الشعاع يكون أكبر من معامل الوسط اللي بنتقل فيه الشعاع، يعني الـ MI أكبر بكثير من الـ MT، لأنه المية قديش؟ 1.33، الهواء 1، هذا الـ MT Air، هذا ووتر. إذا الشرط تحقق في عندي كريتيكال آلي، قانون ما بيقول لي ثيتا سي بتساوي ساين الانفرس لأن تي لأن تي على أن آي، قانون الكريتيكال آلي، وتساوي ساين الانفرس لأن تي 1/1.33، وتساوي الأنتي عفوا 1.31، ومنها ثيتا سي تساوي 48.8. إذا فعلا في عندي زاوية حرجة. دائما بفحص قبل ما أبدأ بحل الزاوية الحرجة، بفحص هل ما دام هو بده زاوية حرجة إذا ثيتا تي 90 درجة، بفحص معامل الانكسار، هل معامل الانكسار الوسط اللي سقط فيه الضوء أكبر من الأنتي؟ خلص إذا في عندي زاوية حرجة. إذا كان العكس ما بيكون عندي حالة حرجة، بيكون عندي حالة خاصة من حالات سنيل زلو، حالة عادية جدا. المطلوب الثاني بده الضوء إذا انتقل من الجلاس انتو ووتر، من الجلاس انتو ووتر حينتقل عفوا انتو بير، خلينا نشوف من الزجاج إلى الهواء، هذا الزجاج وهذا الهواء، معامل انكسار الجلاس الانسيدنت 1.55، معامل انكسار الاير اللي بننتقل له تي 1
ان ار اكبر بكثير من ان واحد من ان تي. اذا في عندي سيتا تي سيتا سي، في عندي كريتيكال انجل بتساوي ساين الانفرس ان تي على ان اي بتساوي ساين الانفرس لمين؟ الان تي قديش؟ واحد على واحد وخمسة وخمسين، تظهر عندي زاوية. كلام واضح. طب لو قال لي بدي معامل او الزاوية الحرجة عند انتقال الضوء من الماء الى الزجاج، طبعا هذا سي عند انتقاله من الووتر انتو الغلاس، هاي الغلاس وهذا الووتر والشعاع جاي من المية وبده يعمل زاوية حرجة مع الضوء. اشوف الوسط اللي انكسر اللي سقط فيه الشعاع الماء 1.33، الوسط اللي حينتقل له الشعاع الزجاج قديش؟ 1.55. اذا الـ ni اقل بكثير من nt، اذا الشرط اتحقق؟ لا طبعا، هنا الشرط لم يتحقق. اذا there is no critical angle، ما عندي زاوية حرجة، لانه الشعاع او معامل انكسار الوسط اللي سقط فيه الضوء اقل من معامل انكسار الوسط اللي انتقل فيه الضوء. اذا الشرط لم يتحقق اكتب انه there's no critical angle، ما عندي زاوية حرجة. بهيك بنكون انهينا التوتال انترنال ريفليكشن، وان شاء الله بنلقاكم في محاضرة او في عنوان جديد.